نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، برجين استثماريين للمؤسسة الخيرية الملكية أبراج الخير. وأكد سمو الشيخ ناصر أنه سيتم تخصيص ريع هذه الأبراج لصالح العمل الخيري والإنساني في البحرين، مؤكدا أهمية توفير مصدر دخل دائم وثابت للمؤسسة الخيرية الملكية وتقوية مركزها المالي بالاستثمارات التنموية. هذا وأكد الأمين العام للمؤسسة مصطفى السيد أن مشروع أبراج يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الخيرية لتحقيق بنية مالية استثمارية لضمان استمرارية عملها، موضحا أنه تم اعتماد ثلاثة أنواع من الاستثمارات لدعم الموقف المالي للمؤسسة الخيرية الملكية، وهي الاستثمار في المجال العقاري والمساهمة في أسهم شركة عقارات السيف وبنك الأسرة والعمل على محفظة مالية نقدية. هالبرجين اللي من ناحية اقتصادية حجمه كبير، برجين كل برج 23 طابق لصالح الأيتام وعلى أعلى درجة من الجودة وفي منطقة جدا راقية من البحرين. والسياسة جلالة الملك بدعمنا لبناء هالمشاريع لتوفير محفظة استثمارية مالية للأيتام حتى نكون مستعدين حق أي تقلبات اقتصادية في المستقبل. في خبر آخر، نظم مصرف البحرين المركزي ورشة عمل بالتعاون مع بنك بي ام بي باريبا عن التحول الرقمي، شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من بنك بي ام بي باريبا كجزء من مبادرة المصرف في تعزيز التكنولوجيا المالية في المملكة. وخلال الورشة أكد محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج أن المصرف المركزي يسعى إلى إدخال التقنيات الحديثة في القطاع المالي في البحرين، وأن هذه المبادرات تأتي في سياق جهود توفير المزيج المناسب من السياسات والمنتجات بهدف تطوير وتعزيز جودة التنافس في الخدمات المقدمة في القطاع المالي، مؤكدا أن المصرف المركزي قام خلال السنتين الماضيتين بتقديم منتجات جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.